انطباعات النظرة الأولى لجنرال الهواتف الـS24 Ultra وأخوه الأصغر الـS24 وآخر التفاصيل عن السلسلة وهاتف المحبين الجديد بلا محبين بالوقت اللي جوجل تكتسح الجميع بأكبر مفاجأة بعالم الأندرويد. أنا أحمد العلي وهذه هي النشرة التقنية. السلام عليكم ورحمة الله وتحية طيبة لكم أحبابي المتابعين الكرام. إذن فاليوم اللي كنا ننتظره وصل أخيرا، ويانا الآن نظرتنا الأولى لهاتف الـS24 Ultra بالإضافة إلى النظرة الأولى لهاتف الـS24 On Leaks كشف للعالم النظرة الأولى لهاتف الـS24 Ultra، ومثل ما كنا نتوقع ماكو أي مفاجآت هنا. الهاتف حيكون مشابه تماما تقريبا لهاتف الـS23 Ultra، ولكن هذا مو معناه انه حيكون نسخة مطابقة تماما للجيل السابق، لانه اساسا حتكون هناك اختلافات حتى ظاهرية بالشكل، حتى البازلز من حول الشاشة حتكون اقل نوعا ما من اللي موجودة على الـS23 Ultra. الان On Leaks اكد انه هاتف الـS24 Ultra مو فقط قادم مع بازلز متساوية وموحدة من الجهات الاربعة للهاتف، وانما ايضا حيكون واحد من الهواتف القادمة مع اصغر واقل حواف بالعالم. الشيء المثير للاهتمام هنا هو انه On Leaks ما ذكر اي شيء بخصوص الشاشة الفلات الجديدة القادمة على الـS24 Ultra. بالمقابل Ice Universe علق على الموضوع وذكر انه الـS24 Ultra قادم مع شاشة فلات وحتكون اعرض شوية مقارنة بالـS23 Ultra، وهذا حيكون اكبر تغيير قادم بالشكل بالديزاين يعني على الـS24 Ultra. ومن بقية التغييرات هو مكان الألترا وايد باند UWB اللي حتكون هذه المرة بجانب الهاتف. وبالنسبة للأبعاد فالS24 Ultra حيكون أقصر وأعرض مقارنة مع الS23 Ultra، إضافة إلى أنه حيستخدم فريم من التايتانيوم هذه المرة. بقية الأمور مطابقة ومشابهة للS23 Ultra. أما بالنسبة لهاتف الS24 العادي فهنا حنلاحظ اختلافات عن الجيل السابق. أول شيء شد الانتباه هو الفريم، حيكون قريب من فريم هواتف الآيفون، كأنما مستوحى من نفس لغة التصميم اللي تشتهر بها هواتف الآيفون، ولكن الS24 قادم مع حواف مريحة بالحمل على عكس هواتف الآيفون السابقة واللي تم تحسينها على هاتف الآيفون 15 برو ماكس. صارت الحواف تجي مع انحناء بسيط يخلي موضوع مسك الهاتف لأوقات طويلة غير متعب. تقدرون تلاحظون ايضا انه ديزاين الS24 مشابه ومن نفس لغة تصميم هواتف الفولدبل 5 الاخيرة من سامسونج، واللي مو فقط تبين جميلة وانما جدا مريحة بالحمل، فهذا تغيير مرحب به حسب رأيي. اضافة لذلك انه البازلز من حول الشاشة ايضا حيتم تقليلها، حيث حسب كلام Ice Universe انه البازلز على الS24 حتكون اصغر حتى من الموجودة على هاتف الايفون 15 برو ماكس اللي هو بالفعل شيء بديع. وبالنسبة للأبعاد فالS24 حيكون أطول وأنحف بقليل من هاتف الجيل السابق الS23، ونفس الحالة أيضا فموقع الألترا وايد باند حيكون بالجانب. الآن الشيء المثير للإعجاب أنه جميع هواتف سلسلة الS24 حتكون قادمة مع نفس قوة الإشراق للشاشة واللي هي بال 2500 نتس، اللي يعتبر تطوير كبير مقارنة بقوة إشراق سلسلة الS23. تلاحظون هنا ايضا احجام البطاريات وسرعة الشحن لكل هواتف سلسلة الS24. اذا فسامسونج اعلنت رسميا عن هاتف المحبين الجديد الS23 FE واللي يفترض ان يحل محل الS21 FE، ولكن الحقيقة القاتلة انه الهاتف مو بمستوى سلسلة الS23 او حتى الS22. الآن من الخلف فالهاتف يبين كأنه الS23، ولكن بمجرد أن تلقي نظرة على الشاشة حتتفاجأ بحجم البازلز الكبيرة من الأطراف الأربعة إلى درجة تخليك تحس أنه سامسونج دمرت شكل الهاتف وسمعة خط الFE بالشغل اللي سوته على هذا الهاتف. تحسه أيضا مو فخم بالمرة، بالعكس كأنه هاتف من الفئة الاقتصادية. فنصيحتي لكل المحبين ما أعتقد هذا الهاتف يفيدكم، خصوصا وأنه المواصفات والشكل إضافة إلى السعر كل هذه الأمور، يعني هذه الخلطة اللي كانت متوفرة بأبهى صورة على هواتف الفان إديشن ما متوفرة حاليا مع الS23 FE. لكن هذا رأيي فقط، وأحب أسمع آراءكم بهاتف المحبين الجديد، خصوصا وأنه قادم أيضا مع معالج الإكسينوس لمناطقنا العربية. وإذا تحبون تعرفون المواصفات للهاتف فهو قادم مع معالج الإكسينوس 2200 أو السناب دراجون 8 جن 1 حسب المناطق والدول، مثل ما ذكرت للمناطق العربية وكذلك أوروبا وكثير من الأسواق مع الإكسينوس. الرام 8 جيجا بايت فقط، والذاكرة الداخلية مع خيارات الـ 128 والـ 256 جيجا بايت. الكاميرا الأساسية بدقة الـ 50 ميجا بكسل مع عدسة واسعة بدقة الـ 12 ميجا بكسل، وعدسة تليفوتو بدقة الـ 8 ميجا بكسل مع زوم بصري 3X.
أما الكاميرا الأمامية فبدقة 10 ميجا بكسل. الشاشة الدايناميك أموليد 2X مسطحة بقياس 6.4 إنش بدقة Full HD Plus مع طبقة حماية Gorilla Glass 5. البطارية 4500 ملي أمبير مع سرعة شحن 25 واط ودعم الشحن اللاسلكي. يجي الهاتف مع الأندرويد 13 وواجهة One UI 5.1 Out of the Box مع دعم التحديثات لأربع سنوات للأندرويد وخمس سنوات تحديثات أمنية. وزن الهاتف 209 غرام مع مقاومة للماء والغبار ضمن الـ IP68، والسعر يبلش بالـ $599 ويختلف حسب المناطق، فالسعر غالي والمواصفات متواضعة. ولو قارناه مع هواتف شاومي المي 13T والمي 13T برو فماكو أصلاً مقارنة، وأكيد الاختيار يكون لهواتف شاومي الخارقة، فهاتف المحبين بلا محبين. خلوني أعرف آراءكم هنا. إذن فشركة جوجل أعلنت رسمياً عن هواتفها ومنتجاتها الجديدة وفجرت وياها المفاجأة. دعم التحديثات الرئيسية والأمنية لسبع سنوات، وكان الاعتقاد سابقاً حسب التسريبات أن يكون الدعم لتحديثات النظام لخمس سنوات والتحديثات الأمنية لسبع سنوات، ولكن مثل ما ذكرت كانت هذه هي قنبلة الموسم من جوجل. التحديثات حتستمر للأندرويد 21 خيلوا وياي للأندرويد 21. جوجل فاقت الأولين والآخرين، وبالنسبة لمواصفات هاتف البيكسل 8 برو فيجي مع معالج التنسر جي 3 ورام 12 جيجا بايت وذاكرة داخلية تبلش من 128 جيجا بايت. الكاميرا الأساسية بدقة 50 ميجا بيكسل مع الأوكتا بي دي التركيز التلقائي، وكذلك مع الأو آي إس عدسة واسعة بدقة 48 ميجا بيكسل وعدسة بيروسكوب بدقة 48 ميجا بيكسل مع الزوم البصري 5X والديجيتال 30X. الكاميرا الأمامية بدقة 10.5 ميجا بيكسل، الشاشة OLED من نوع LTPO بحجم 6.7 إنج ودقة كواد HD Plus وتردد 120 هيرتز مع شدة إضاءة 2400 نتس وطبقة حماية الغوريلا جلاس فيكتس 2. مقاومة الماء والغبار ضمن معيارية الـ IP68، والجميل أنه الهاتف يعمل بالأندرويد 14 وبطارية بسعة 5050 ملي أمبير وقدرة شحن سريع بالـ 30 واط سلكياً و23 واط الشحن اللاسلكي، وأيضا يجي مع مستشعر قياس درجة الحرارة للبشرة. كل هذه المواصفات والهاتف يبلش بالسعر من $999 لنسخة 128 جيجا بايت مع هدية ساعة البيكسل واتش 2. أما هاتف البيكسل 8 فيجي مع معالج التنسر جي 3 رام بال 8 جيجا بايت ذاكرة داخلية تبدأ من 128 جيجا بايت. الكاميرا الأساسية 50 ميجا بيكسل مع الديجيتال زوم 8X وعدسة واسعة بدقة 12 ميجا بكسل مع الكاميرا الأمامية بدقة 10.5 ميجا بكسل. الشاشة OLED بحجم 6.2 إنش ودقة Full HD Plus وتردد 120 هيرتز مع شدة إضاءة بال 2000 نتس وطبقة حماية Gorilla Glass Victus. البطارية 4575 ملي أمبير وقدرة شحن 27 واط سلكياً و18 واط الشحن اللاسلكي. كذلك الفون يجي مع مقاومة الماء والغبار ضمن الـ IP68 والنظام الأندرويد 14، والسعر يبلش من $699 لنسخة الـ 128 جيجا بايت مع هدية سماعات البيكسل بودز برو. خلوني أعرف آراءكم بهواتف جوجل الرائدة ومفاجأة دعم التحديثات لسبع سنوات عليها. وخلص هذا كان كل شيء ويانا لهذا اليوم. إذا تحبون معرفة المزيد من آخر الأخبار والمعلومات ومتابعة كل شيء جديد بعالم التقنية أول بأول، تأكدوا من متابعتنا على اليوتيوب وبقية المنصات. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسون تتركون بصمتكم بلايك عملاق وفعلوا كذلك زر الاشتراك. كان وياكم أخوكم أحمد العلي، شكرا لكم على حسن المتابعة ونلتقي إن شاء الله بالفيديوهات القادمة. في أمان الله.